يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. مملكة البحرين تشهد تحول رقمي في كافة خدماتها الإلكترونية واللي تقدمها للمواطنين والمقيمين، وهالشيء أكيد يتواكب مع توجيهات قيادتنا الله يحفظها في تبني الحلول الرقمية وتشجيع الاستخدام الرقمي لتقديم الخدمات الحكومية بأفضل جودة ممكنة. وطبعا شهدنا مؤخرا البدء في إسناد الحوادث المرورية البسيطة إلى شركات التأمين. هالخطوة أكيد تعتبر يعني خطوة فاعلة ونقلة نوعية من نوعها في تقديم حلول كفيلة وفعالة لتحسين مستويات مباشرة الحوادث المرورية طبعا ما بين شركات التأمين وما بين الإدارة، وسرعة الإنجاز فيها بدون أي تأخير. أتفق معك رقية، وزارة الداخلية دائما سباقة في تقديم الخدمات اللي تساعد على توفير الوقت والجهد، ومن بين باقة الخدمات المقدمة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عبر تطبيق إي ترافيك، تم إضافة خدمة إسناد الحوادث المرورية البسيطة إلى شركات التأمين، وراح يعني نتكلم أكثر عن هذه الخدمة ومع ضيفنا الكريم في الاستوديو الرائد خالد مبارك بوغيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور. يا هلا ومرحبا فيك سعاده الرئيس. يا هلا، مسيكم عليكم بخير. يا هلا طبعا، شرفتنا ونورتنا ليله معنا في برنامج بكم نعود، وهو الموضوع طبعا هو حديث الشارع هاليومين، نتكلم عن خدمه جديده، وانتم دائما عودتونا طبعا على الابتكار وخدمه طبعا للمواطنين. بدايه نتكلم عن هذا المشروع وهذه الخدمه، ما الغايه من يعني تدشين هذه الخدمه؟ بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر لكم على الاستضافه في هذه البرنامج صراحة، اللي من خلاله إن شاء الله نثري الموضوع ونشبع فضول الجمهور على هذا المشروع اللي هو أصلاً بدأ من بداية الأسبوع تاريخ 25. إحنا ولله الحمد في مملكة البحرين في ظل قيادة سيدي صاحب الجلالة الملك فهد، نعيش ولله الحمد في أوجه الطفرات الاقتصادية والحياة الاجتماعية والحركة التنموية. هذه كلها يقودنا إلى انعكاس ذلك كله على الحركة اليومية، الحركة المرورية اليومية. نعم. ولله الحمد الحكومة وفرت لنا أفضل الشوارع معاييرها في العالم، والحركة مستمرة، وحتى في الجائحة لم نشهد فتور في الحركة المرورية. هذه كلها يقودنا إلى تنفيذ توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظ الله، في أن كافة الجهات الحكومية لابد أن تتواكب وتخلق إجراءات وإعادة هندسة إجراءات بما يتماشى مع هذه التطورات اللي تشهدها مملكتنا الغالية، حتى إن كان في الحوادث المرورية. مجلس المرور برأس سيدي صاحب معالي وزير الداخلية قرض المشروع، وصدر قرار سيدي صاحب معالي وزير الداخلية بإسناد هذه الحوادث إلى شركات التأمين. ولله الحمد بدينا فيه من بداية الأسبوع تاريخ 25 يوليو الحالي، والله الحمد لليوم نشهد مؤشرات إن شاء الله إيجابية. هذه المشروع نفس ما تفضلت وقلتوا إحدى المشاريع اللي تتواكب مع رؤية البحرين 2030 في التحول الرقمي، وأيضا يراعي المرونة في السلامة المرورية، وأيضا في حفظ الحقوق وتبسيط الإجراءات حتى على أطراف الحادث المروري. جميل خالد، يعني ايضا من ضمن الاستفسارات والاسئله اللي ممكن تراودنا اللي هي انواع الحوادث البسيطه المتكرره اللي راح يتم التركيز عليها واللي ممكن هي تم اسنادها الى شركات التامين. الحوادث البسيطه هي الحوادث اللي نفس ما القرار جاء به، هو الحادث البسيط المتصالح عليه. نعم. انا بحاول اليوم ببسطها يعني بلغه بسيطه جدا عشان تكون مفهومه، وهي مفهومه ان شاء الله. الحادث البسيط حادث بين اطراف حادث، ان كان طرفين ثلاثه او حتى طرف واحد. حادث نتج عن تلفيات، لم ينتج عنه لله الحمد اصابات او وفاه. في خطا تاميني لم يرتبط بحادث جسيم. المتسبب فيه اقر بخطئه، عارف لله الحمد احنا حوادثنا يعني بشكل عام الوضع المروري نعول دائما على وعي الساق البحريني، وهذه هو الرهان اللي نراهن به مدير عام الاداره عام المرور، ان سر نجاح هذا المشروع هو وعي الساق البحريني، وانه يعرف اولوياته والتزاماته. فبالتالي متى ما كان الحادث اقرار بالمخطئ انه هو في الحادث، وافق الطرف الحادث الثاني ان الحادث يلجؤون للتامين، يلجؤون للتامين. ويا ريت يعني بعد ابسطها اكثر للجمهور. ويا ريت اذا اضرب المثل يعني ما عليه، لكن فكشر، لكن مثلا استاذ باسم ان حادث انت في الطبيله ترجع ريوس دعمت الطبيله، حادث بسيط
نعم. لا داعي مرور. نعم. وهاي ما في طرف ثاني. ما في طرف ثاني. باي لك باخذ اكثر من سيناريو. باخذ اكثر من سيناريو. عشان ابسطها. حادث بسيط دامت بيتك. لا داعي تي المرور. لا. لا صور الحادث. بلغ شركة التأمين. ايه؟ روح ثاني يوم، روح ثالث يوم، روح رابع يوم. خلاص. الملف عند التأمين خلاص. المرور خطوة المرور. لغت. شركة التأمين هي بتباشر التنفيذ. ستباشر تنفيذ العقد يعني التصليح. ستباشر التصليح. سيناريو آخر. نفس السيناريو. أنت طالع سيارة جارك دعم توا هو واقف. نعم. سامح الجار. أنت مخطئ والله سامحني. أنا المخطئ. الجار متفقين. روح التأمين. خلاص. تبلغون التأمين. صوروا الحالة. روح التأمين. ببساطة. هذه هي العملية. ثلاثة أطراف، رابع أربعة أطراف ما في مشكلة. إذا المتسبب عارف خطأه مقر بخطأ والأطراف رضوا كل الأطراف رضوا على طول تروحون التأمين. أحد الأطراف أصر على المرور المرور موجود. نعم. يعني في حال عدم التصالح عدم الاتفاق إن من أحد الطرفين أو من أحد الطرفين يعني توجه للمرور. المرور سيكون موجود. نعم. لم يتخلى يعني إذا تسمحون لي المراكز قاعد تباشر يعني حتى في حالة يعني موجودة وتباشر لم تتخلى يعني نعم. أحد أثناء متابعة من بداية التطبيق تابعنا بعض الملاحظات نعم. على هذه البعض هناك تخوف أو توجس يقول والله كيف تسند هذه المسؤولية للتأمين هناك مخاوف أن التأمين لم تسند المسؤولية للتأمين نعم. يعني لم تولى التأمين ولاية أو وصاية على الحادث ولم تتخلى الإدارة العامة عن مسؤوليتها في الحادث شركة التأمين تقوم بدورها السابق تعويض عن الأضرار ما تدخلت في الحادث أنت ستلجأ لها بإرادتك أنت بتروح لها أنت لا تريد تلجأ للتأمين تريد المرور إدارة عام المرور يفصل بينك وبين أي طرف من الأطراف إدارة عام الموجود ستكون مراكز المفتوحة هواتفنا اتصال مفتوحة يعني كأن الخيار عند الشخص نفسه يكون في اختيار أطراف الحادث خيار أطراف الحادث يعني عشان إحنا لا نظلم الطرف الآخر يمكن المخطئ قال أنا بروح التأمين بس الطرف الأول أو الثاني متضرر يقول لك لا أنا سامحوني يعني تخوف ما يعني هاي الفرضيات موجودة أخذناها في الاعتبار خلاص المرور بلغ المرور سعادة الرائد إحنا نبي يعني اليوم الجمهور يستفيد قدر الإمكان من هذه الخدمة ونعلم جيدا بأن يعني تطبيق هذه الخدمة للتسهيل ولتوفير الجهد والوقت يعني لكن يعني من بين الإجراءات هاي اللي يمشي يعني فيها الطرفين للوصول إلى التأمين لكن البعض قد يسأل يعني أي تأمين أنا أروح يعني أنا اليوم سويت الحادث وأنا المتسبب بالحادث وعندي طرف ثاني ولكن أي تأمين أروح فيهم يعني أنا عندي شركتين الحين نعم عدل سؤال يعني مشروع أعتقد بالعكس مهم أنا كنت بويله بس جزاك الله خير أنت اللي قلت عملية الحادث المروري الحالية أيه. قبل السناد الطرف المتضرر أيه. المغلوط عليه وين يروح أي تأمين؟ تأمين أيه. الطرف غلطان غلطان صح ما تغير شيء أيه. اللهم خطوة المرور بدل ما يبلغ المرور ياخذ تغيير يروح التأمين أيه. هو يروح على طول هاي الخطوة يقفز عليها ويروح التأمين أيه. إذا الطرف الغلطان يروح التأمين الطرف الغلطان إذا أنت في البيمة وتبي تروح تأمينك تروح تأمينك حاليا اذا انت غلطان ومغلوط عليك اللي هو التامين الشامل وين تروح تامينك انت صحيح تروح تامينك انت واذا انت طرف ثالث تروح تامين الطرف اللي غلط عليك يعني العمليه لم تتغير اجراءات عن السابق اللهم بس المرور خطوه الاداره ما تهم المرور ان احنا سهلنا عليك بدا تاتي المرور بدا تاتينا المرور باش الحادث على طول انتقل للتامين في الحوادث المتصالح عليها اللي صار التراضي بين اطرافه لم يصير التراضي بين اطرافه ارتبط بحادث جسيم مستدعي تدخل إدارة عام المرور احنا موجودين وفي اي وقت بنباشر دورنا بدون اي يعني لا يعني احنا نقول من خلالكم لا حد يخاف من الاجراء ولا حد يعني من الكومنتات في تخوف لا حد يتخوف لا يعتقد ان احنا يعني شركه تامين مشكوره ان هي بادرت ويانا باشراك القطاع الخاص ويانا هم في هذا المشروع بس مو معناته ان احنا وضعناها كمسؤول عن الحادث ويفصل في الحادث لا يفصل عن الحادث انت ستلجأ للتأمين بإرادتك انت وبخيارك انت وانت اخترت تبسط الاجراء دون تدخل الإدارة العامة للمرور جدا اجراء بسيط يعني رائد خالد احنا لازلنا مواصلين معاك ولازال عندنا الكثير من الاسئله نطرحها لكن احنا راح نشوف هذا التقرير اللي راح يسلط الضوء على الجهود المبذوله من قبل الاداره العامه للمرور فيما يخص نقل الحوادث البسيطه والتلفيات المتصالح عليها الى ممثلي شركات التامين المختصه لمباشرتها دون الرجوع الى الاداره.
تحرص الإدارة العامة للمرور على تبني المشاريع والمبادرات التي تسهم في الحفاظ على أمن وسلامة كافة مستخدمي الطريق وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق السلام المروري المطلوبة. وفي هذا الإطار جاء قرار معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، والذي يتم بمقتضاه تنظيم إعهاد وتنفيذ بنود عقد التأمين في وقائع التلفيات المتصالح عليها إلى ممثلي شركات التأمين المختصة دون الرجوع إلى الإدارة العامة للمرور لتحديد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات. حوادث المتصالح عليها لازم يكون المتسبب قار في المسؤولية ويتجهون لشركات التأمين دون رجوع للإدارة العامة للمرور في حال عدم الاعتراف المتسبب بالخطأ أو في وجود إصابة أو في وجود مخالفة جسيمة للاتجاه إلى الإدارة العامة للمرور لمباشرة الحوادث المرورية بذلك، والإدارة العامة للمرور ستشرف على المشروع متمنين السلامة للجميع. كما وضعت الإدارة العامة للمرور آليات تلتزم بها شركات التأمين المختصة بما لا يخالف الإجراءات القانونية ويسهم في سرعة تقديم الخدمات وجودتها. تم تطوير تطبيق خدمات المرور مؤخرا، ومن خلال هذا التطوير تم إطلاق 4 خدمات. الخدمة الأولى هي الإبلاغ عن الحوادث المتصالح عليها وعرض البلاغات اللي تم الإبلاغ عنها، خدمة الإقرار بالتسبب بالحادث، بالإضافة إلى عرض مواقع شركات التأمين. طبعا يسعى التطبيق إلى تسهيل عملية الإبلاغ عن الحوادث المتصالح عليها من قبل المشاركين في الحادث بأنفسهم دون الرجوع للإدارة العامة للمرور، ويتم ذلك بالتعاون مع شركات التأمين بشكل مباشر. تم تطوير 4 خدمات في تطبيق الإدارة العامة للمرور. الخدمة الأولى هي الإبلاغ عن الحوادث المتصالح عليها، الخدمة الثانية كانت هي عرض البلاغات المبلغ عنها، الخدمة الثالثة كانت التعرف على مواقع شركات التأمين، بالإضافة إلى الخدمة الرابعة اللي هي الإقرار بمتسبب الحادث. تم العمل على تطوير منظومة لشركات التأمين لتمكينهم من الإبلاغ عن الحوادث المتصالح عليها، بالإضافة إلى تمكين الإدارة العامة للمرور من الإشراف على العملية ككل. أصدر معالي وزير الداخلية القرار رقم 7 لعام 2021 لإسناد الحوادث المتصالح عليها إلى شركات التأمين دون العودة إلى الإدارة العامة للمرور. نحن كفريق مكون من الإدارة العامة للمرور وجمعية التأمين البحرينية بدأنا العمل للإعداد إلى مشروع الحوادث المتصالح عليها منذ العام 2019، وطبعا الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو تسهيل وتطوير العمليات لجميع المواطنين والمقيمين في البحرين. أما بالنسبة إلى دور الإدارة العامة للمرور بخصوص الحوادث المتصالح عليها، فسوف يكون فقط دور إشرافي لا غير لضمان مصالح وحقوق الجميع إن شاء الله. يبقى وعي وثقافة سائقي المركبات بالإجراءات التي يتطلبها المشروع عاملا أساسيا في تسهيل إجراءات مباشرة الحوادث المرورية وسرعة تخليصها دون تدخل من الإدارة العامة للمرور. وتمضي الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة في تطوير خدماتها بما يتوافق مع التوجهات الرامية لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات. مستمرين معكم مشاهدينا مع ضيفنا الكريم في الاستوديو سعادة الرائد خالد بوقيس. يعني أخذنا منك شرح عام لفكرة الخدمة وآلية العمل بها، ويعني احنا نتمنى طبعا السلام للجميع، نتمنى يعني حركة مرورية خالية تماما من الحوادث، لكن الحوادث البسيطة تحصل أحيانا. أنا قد أسألك يعني سعادة الرائد يعني سؤال نوعا ما مركب، يعني في أولا تكلمنا أكثر عن في حال عدم توافق الطرفين باللجوء إلى المرور يعني بيرجع حق الطريقة التقليدية طبعا، لكن شلون أنا أقدر من خلال هذه الخدمة أن أثبت الاتفاق النهائي بين الطرفين؟ يعني أنا اعترفت أن أنا غلطان وفي أحد أنا غلطان عليه في الحادث، لكن يمكن أوصل لشركة التأمين يتغير الحكي، شلون أثبت العملية وأثبت الحكم النهائي للحادث؟ نشكر هذا السؤال، بالعكس سؤال مهم يعني جدا، وهو احد الاسئله اللي مثل ما يقولون
تكثر مع بداية المشروع. نفس ما تفضلت، احنا قلنا تراضي، تراضي هو التصالح والتراضي. إرادة الطرفين هي العامل الأساسي في تولي شركة التأمين، يعني بدون رضا ما تستطيع أن تلجأ إلى شركة التأمين. لكن أنت تكلمت من باب حفظ الحقوق، يمكن أنا ببين لك أحدى صور التبليغ، هو التبليغ عن طريق الأب، واللي احنا دائما نرشد الجمهور الكريم في أنه يستخدم الأب، لأنه هو أفضل وسيلة لحفظ الحقوق، لأن من خلالها الشخص يقر بخطأه في قرار. ناس ما شفنا التقرير وقال بقر بخطأه على الآلية اللي بشرحها إن شاء الله بعدين، بقر بيفوض شركة التأمين أنه هو تباشر عملية تصليح. الشخص راح التأمين وشاف والله وسأل، راح مثلا دائما ببسط أمر، راح سأل قال والله إيه لا سوي عرب، قال لا أنت الله يهداك مو غلطان، قال لك إنه تقر. هو قر مو مشكلة، قال والله شركة تأمين يا جماعة، شركة تأمين أنا قراري لو سمحت وقفه، هو ليه ما باشر التأمين؟ المرور موجود، ستحيل المرور، المرور سيتدخل، المرور سيباشر، سيحفظ الحقوق. ف يعني لا أحد يخاف من أي إجراء، حتى لو عدل أثناء الحادث أو عدل عن قراره في أثناء شركة التأمين، إحنا موجودين، سنتدخل نستلم الحادث ونفصل فيه وكل طرف بياخذ حقه إن شاء الله. فكلش الإجراء بسيط، لا أحد يخاف من الإجراء. ولين تكلمنا عن مبدأ القرار أو التراضي، إحنا نقول حتى الشك، إذا أنت شاك إلجأ للمرور، تعال المرور ما عندك مشكلة. يعني ولله الحمد احنا قياسا مع الفتره اللي بدات، لله الحمد يعني ما لقينا مشكلة. الوعي نفس ما قال التقرير، نفس ما تفضلته، وعي السوق البحريني احنا عولنا وراهنا عليه، وهو اللي بينجح ان شاء الله من خلال هذه المشروع ان شاء الله. ايضا يعني رائد خالد، واحنا نحاول نبسط المعلومات للمتلقي اليوم او للمشاهد، بدنا بعد ان احنا يعني نشرح آلية الابلاغ عن الحوادث البسيطة باستخدام تطبيق اي ترافيك، وفي نفس الوقت بعد سؤالي مركب نفس بس اذا من بدء التطبيق اللي هم تاريخ 25 الى اليوم، اذا عندنا احصائيه نقدر نستند عليها في عدد الناس اللي بالفعل استخدموا او خلينا نقول يعني قاموا بهذا الاجراء واستفادوا منه بالفعل. لله احنا ما قلنا مؤشرات ايجابيه. من بدايه الاسبوع تاريخ 25 لتاريخ اليوم لله الحمد 28 وقع 460 حادث لله الحمد، يعني كلها بسيطه. من ال 460 حادث 169 حادث لجأوا للتأمين، يعني بما يعادل استخدموا الاب لجأوا للتأمين، يعني بما يعادل تقريبا 38 ثلث الحوادث راحت للتأمين، اتفقوا اطرافه وراحوا للتأمين، باقي الحوادث 251 باشرت الإدارة العامة للمرور. إذا هناك مؤشرات قياسية في تفاعل الناس مع هذا المشروع ولله الحمد، والثقة في أنهم يلجون للتأمين والتراضي بينهم، وهذه اللي قلناه دائما دائما أن الساق البحريني عارف واعي بدوره ومركزه القانوني في الحادث. واستكمالا للسؤال اللي تفضل فيه الاستاذ، احنا قبل ما نكمل السؤال يعني سعاده رائد بس ابونا ننوه ان ايضا الان قاعده تطلع على الشاشه الان ارقام رافعات شركات التامين ايضا لتسهيل الخدمه للمشاهدين عشان بالفعل يستفيدون من هذه الخدمه اللي بالفعل احنا قاعدين نتكلم عنها اليوم، واللي مثل ما تفضلت بالارقام اليوم بينت ايش كثر صار في اقبال على هذا النوع من الخدمات. بالعكس بكتيني وقلتي ان الرافعات يعني من ضمن الخدمه اللي كانها بنتكلم اثناء يعني سياق الكلام معاكم، ان من ضمن الخدمه ان شركات التامين توفر رافعات، يعني سيارتك ما تتحرك، يمكن اتصال بالارقام اللي تطلع على الشاشه 24 ساعه الخدمه توفر لك الرافعه وتزيل سيارتك مكان اللي تبيها، تبي تودي شركه تامين او اي مكان لتباشر تامين. وهذه الخدمه ضمن اطار قصه التامين للدفع، يعني ما في رسوم زياده، يعني ما تقول والله بتصل بالشركه يحسبون علي مبلغ زياده، من ضمن اطار الخدمه انها تزيل السيارات اذا كانت ما تتحرك، واذا سيارتك تتحرك حركها برا الشارع، خل حركه المرور تمشي او تنساب مثل ما يقولون. لكن لو تطرقنا على الاب، هو الاب احدى الادوات بس هناك اداه ثانيه بتطرق للاب، يعني استكمال للسؤال هناك الاستماره مثلا، في ناس ما يعرف الاب ما يعرف يستخدم الاب. نعم في استماره موزعه لكل افرع شركه التامين، كل فروع الاداره عام المرور، بامكان الشخص انه هو يملون بياناتهم والمقر بخطأ يوقع ويسلم نسخه له ونسخه حق الطرف الثاني ويراجع فيه التامين. ما عنده اي مشكله.
كلش ما عنده مشكلة إذا ما يبي يستخدم الأب. ما عندك الأب تقدر تتصل بشركة تأمين، ما عندك أي مشكلة، كل الوسائل متاحة لك. بس لو تطرقنا الأب، رجوع عن الأب، الأب بسيط، اللهم دخول على الخدمة في الإي ترافيك واختيار برقم حادث مروري. النظام بروحه بيقول لك ادخل بياناتك، أول واحد بيسأل ادخل بيانات المتسبب، دخل بيانات المتسبب، رقم الشخصي ورقم. طبعا هم بيتبادلون البيانات لأن في تراضي. من الأمور اللي ما في تراضي، مثلا واحد توجس قال لا أنا سامحني ما بعطيك بياناتي، ما في تراضي، بس مع الوقت إن شاء الله الثقة بتكون بين الأطراف الحادث إن شاء الله. أنا لازم استخدم أبليكيشن من تليفون واحد، من تليفون أحد الطرفين، ببينها بعد عشان يتطمن الكل. من تليفون واحد يدخل بيانات المتسبب ويدخل باقي الأطراف ويدخل الأرقام الهواتف وعلى طول يعطي كونفيرم حق الخدمة، بتي مسج حق كل الأطراف. إن كان المتسبب هو اللي دخل البيانات هو بيسأل النظام على طول بقر الخطأ، تفوض شركة تأمين يقول له نعم. إن كان اللي دخل البيانات طرف الثاني بيروح حق المتسبب مسج وبيقول له أتقر وخطأ، بيقول له أوكي. النظام لن يعطي العملية تامة إلا بقرار كل الأطراف، مسجات بيروح كل الأطراف كلهم بيقولون نعم 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 وبتنتهي العملية. بإمكانك أن أنت والله يعني سامحني أنت سجلت مثلا، يقول له سجلت، بإمكانك في خدمة اللي هو استعلام على البلاغ، يقول له نعم دخل رقم سيارتك، بيطلع لنا في بلاغ صدق فعلا الطرف الثاني دخل بلاغ لك. لو بتي بتدخل بلاغ هذاك الطرف بيدخل وأنت بتدخل، بيقبل لك النظام، بيوحد البلاغين لأن المعلومات نفس الشيء، بيوحد البلاغين بيعطيهم رقم واحد. فإحنا يعني هندسة هذه النظام أو هذه الأب مسوينا حتى كل طرف يطمئن أن عملية الإدخال. أنا اللي فهمت طال عمرك من كلامك أن يعني المتسبب هو اللي بادر إلى البدء بالخدمة، أي طرف، الطرف الثاني حتى يعني في اختيار في البداية يقول لك أنت هل أنت المتسبب أم إذا المتسبب هو دخل على النظام وهو دخل طرف وهو متسبب، سيد النظام بروحه بيسأله أنت متسبب، تفوت شركة التأمين بيقول له نعم. وإذا الطرف المتضرر هو اللي دخل معناته إقرار خلاص يعني إقرار إيه؟ إقرار على طول إقرار بيفوت شركة التأمين، فهي كفيل بأنه يحفظ حقوق الجميع أكيد من البداية. وإذا الطرف الثاني أو المتضرر هو اللي دخل معلومات، مو بقول المتسبب المتضرر، اي بيدخل معلومات متضرر، اول واحد بيدخل معلوماته بيدخل معلومات الكل، بيمسج حق المتسبب من النظام بيسأله وياه، يقول لك مسج دش وتقرب الخطأ على النظام، تقول له نعم، بيطلع مسج انه قرب الخطأ، حفظت حقوقك، تجي شركة التأمين. من ضمن ميزات المشروع لا ما يحتاج تروح في نفس الوقت، خلاص الفايل موجود في النظام، روح ثاني يوم ثالث يوم، عندك شغل عندك اي روح على يعني. ولو احد ثاني هو اللي دخل مسامحه يعني، بس ما في مشكلة. لو احد ثاني يعني مثلا الحين كان في حادث ما بين طرفين، بس خلينا نقول كلا الطرفين ما عندهم خلينا نقول التطبيق، الناس احيانا يعني اهل فزعه البحرين يروحون يبون يحاولون مثلا يشوفون يسالون ولا شيء، ففي شخص مثلا ثالث قال لهم انا مثلا بدخل البلاغ لكم، نفس الطريقة بعد بيله حق الشخص المتضرر وبيه حق الثاني مسجات، بيدخل بيانات كل الأطراف بيدخلهم، فما عنده إشكالية من أي مكان تم إدخال البيانات. ما تبي الأب عندك الاستمارة موزعة عن شركة التأمين، عند كل فروع بتكون متناول الجميع، عندك الاستمارة. ما عندك الاستمارة تقدر الأب، أي واحد يقدر يستخدم الأب، بس صحة البيانات إحنا من خلالكم نقول التأكد من صحة البيانات، أهم شيء صحة البيانات عشان تضمن حقك وتأكد من البيانات وإن شاء الله نعم. حفظ الحقوق موجود. نعم أنت ذكرت طال عمرك نقطة وايد مهمة، أول إحنا قاعد نتكلم عن خدمة يعني مو هي فقط مو إلكترونية بس حق نوضح للجمهور، إحنا عندنا قرار إحالة الحوادث المرورية البسيطة لشركات التأمين اللي هم المتصالحين، ففي الخدمة يعني توفر لك أكثر من شكل في إلكتروني في اللي هو الطريقة التقليدية. النقطة اللي ذكرت إنه يعني ممكن اللي هو الرجوع إلى التأمين بعد طبعا إقرار بالحادث وتسجيله بالموقع الإلكتروني، إنه أنا أقدر أروح الشركة التأمين في أي وقت أو أي يوم، يعني هذا يلقي مسألة يعني أنا مار إذا يعني صحيح قانونية الموضوع إنه لابد من الإبلاغ من الحادث قبل 24 ساعة أعتقد. إيه كان هاي في مرحلة المرور. إيه نعم. الهدف الانتقال هي الهدف من العملية التسهيل التبسيط. أنا لأن قلت والله لعمل المرور لن أتدخل، مو معنات ألقي العبء
سرعة وروح والبادر الآن للأطراف، لابد أن نسهلها. فالقرار هي بحيث أن أنت بس عليك عبء الالتزام أن أنت تبلغ، بعدين أي وقت تراجع شركة التأمين ما عندك أي مشكلة. أخذ في الاعتبار وروعي في الاعتبار أثناء إعداد هذه المشروع، إلا أن الواحد بيكون مشغول يعني عنده التزامات، رايح شغلة، رايح حق أهله، يروح مستشفى. حاليا الاجراء، لان الاداره عمل المرور اللازميه، لا الحين خلاص بسط الاجراء وايد بسيط بسيط. هي الهدف تسهيل للناس بقدر الامكان، نسهل عليهم هذه الاجراء، وبامكان انه في اي وقت يروح شركه، خاصه انهم متصالحين ومترابين مع بعض. هو يعني هو المبدأ، ما هو المبدا هو المبدا التصالح او في مباشره الخدمه هذه، انه لازم يكون الطرفين طبعا متصالحين. احنا بس نبي نوه حق الجمهور انه هو الموضوع اساسا مو بهالتعقيد، يعني احنا اسئلتنا لك طال عمرك سعاده الرائد بس لنزيل الشكوك من الجميع، ونستوضح العمليه شلون تتم بالطريقه الصحيحه فقط لا اكثر. ولحنا نعرف يعني احنا في المجتمع البحريني اكيد يعني اللي راح يتراضى مع المتسبب الحادث او العكس يعني اكيد راح يباشر العمليه بكل سهوله ويسر، لكن فقط احنا اليوم قاعدين نستوضح معاك هذه العمليه. احنا مستمرين معاك سعاده الرائد، لكن بعد متابعه هذه التقرير واللي استعرض لنا بالتفصيل طريقه استخدام خدمه الابلاغ عن الحادث المروري البسيط عبر تطبيق اي ترافيك، نتابع وراجعين لمواصلات حديثنا. متابعين معكم مشاهدينا حديثنا الشيق حول هذا الموضوع اللي طبعا هو حديث الشارع الآن. سعادة رائد، يعني في حالة حدوث إصابات لا سمح الله أثناء وقوع الحادث، فبالطبع هني الموضوع يختلف، هني لازم نرجع حق الإدارة العامة للمرور. بالتأكيد يعني احنا وإن كان الهدف من المشروع هو التسهيل على الناس وخاصة المتراضين، بس لابد من ان احنا ناخذ في الاعتبار ان اذا كان هناك تعدي على الغير، تعدي جسيم في هذه الحوادث، لان الحوادث هي بسيطه كانها واقعه مدنيه وضرر بسيط، لكن اذا هاي الضرر سبب اصابه، مو بسبب اصابه حتى لو كانت هناك مخالفه جسيمه اللي هو الاشاره الحمراء بدون رخصه، هذه كلها مخالفات جسيمه، هذه كلها على طول تبلغ فيه الإدارة العامة للمرور. أصلاً إذا تبلغت التأمين وعلى به التأمين، التأمين سيبادر بيبلغ الإدارة العامة للمرور، من ضمنها يعني كفاكم الشر الإصابات والوفاة، هاي على طول الإدارة العامة ستتدخل وتباشر الحادث، حتى يعني مثل ما يقولون ما أقول نزال عقاب، لكن حتى تتناسب العقوبة المتناسبة مع الحادث. أما الحادث البسيط خطأ غير واعي، يعني الشخص مو بقصده، لكن إذا كان هناك في الحادث رعونة، استهتار، تمادي شوي في التعدي على حقوق الغير، احنا سنكون ان شاء الله موجودين وناخذ حقنا. بالتاكيد بلا شك سعاده الرائد. ايضا في مساله اخرى تتعلق بالاطراف، اطراف الحادث، اذا كان مثلا الحادث ما بين مواطن او مقيم في البحرين، فبالتاكيد رخصته مسجله في البحرين، والطرف الاخر هو زائر ورخصته غير مسجله، يعني هو الزائر يعني قد يتم يعني يومين ثلاثه الى اسبوع بغض النظر عن وجوده في البحرين، لكن هل يقدر الزائر ايضا انه يستخدم هذا التطبيق او يستخدم الخدمه بشكل عام؟ طبعا احنا لله الحمد يعني مملكه البحرين دوله
مفتوحة للكل، الكل يزورها من كافة الأقطار وليست من دول مجلس التعاون لله الحمد. فروعي أيضا أثناء إعداد هذا المشروع أن قد تتورط في الحادث سيارة تحمل لوحات غير بحرينية. هذه السيارات كقانون مرور يلزم هذه السيارات أن تكون تحمل غطاء تأميني من جسر الملك فهد، الشركة الموجودة على الشركة ما تدخل البحرين إلا تملك غطاء تأميني للفترة اللي قضت في مملكة البحرين وستقضيه في مملكة البحرين. فبالتالي متى ما تورطت في حادث بإمكان الشخص أنه يبلغ عن طريق الأب. الأب ميزة أن قاعدة البيانات إذا ناس ما تفضلت بحرين وسير بحريني سيستدعي المعلومات على طول، من تدخل رقم السيارة يستدعي المعلومات على طول، لكن هذه السيارة لن تكون قاعدة بيانات، أنت بتطلب منه وثيقة التأمين وبتدخل بيانات وثيقة التأمين، يعني بتكون تغطي وثيقة التأمين بتدخلها. إذا دخلت وثيقة التأمين وكانت وثيقة التأمين غير صالحة، النظام روح بيقول لك غير صالحة، لازم نروح حق الإدارة العامة للمرور. على طول بلغ الإدارة العامة، على طول ستتدخل الإدارة العامة للمرور. فروعي هذا الشيء، مثل يقولون أيضا حقيقة، حتى لو كانت سيارة غير بحرينية الشركة اللي موجودة على الجسر تعمل 24 ساعة نطمن، يعني يمكن الشركات داخل البحرين بس شركة، لو تضرر شخص يحمل لوحات غير بحرينية أو كان هو يعني سبب الضرر بإمكان الشخص اللي هو شركة تأمين وتأكد 24 ساعة بإمكان اللجوء للشركة مباشرة هذه التعويض. ونعيد ونكرر، خفت وجد شك وجد ما تطمنت بلغ المرور، بلغ المرور، بس هاي الخدمة موجودة حتى سيارات غير بحرية إن شاء الله. ممتاز، احنا صراحة يعني استفدنا كثيرا يعني سعادة الرائد من هذه اللقاء معك، وقدمت لنا معلومات وافية وكافية عن هذا المشروع الجديد واللي احنا طبعا فخورين فيه، لانه يعني راح يختصر الوقت، راح يختصر الجهد، والمؤشر والرقم اللي ذكرته مؤشر ايجابي فعلا، بدأوا الناس بالفعل في غضون هالفترة البسيطة جدا باستخدام هذه الخدمة. ولكن في النهاية نتمنى من الجميع طبعا السلامة في الشارع، ونتمنى من الجميع انهم يعني يكونون حذرين اكثر، ولا قدر الله يعني حصل حادث وحصل حادث بسيط او يعني، فالخدمه هذه موجوده ومشكورين وجهودكم مقدره. سعاده الرائد خالد مبارك بوقيس القائم باعمال رئيس شعبه الشؤون القانونيه بالاداره العامه للمرور، شكرا لك. شكرا لك على حضورك. يعطيك العافيه.